عالم واحد أشد على الشيطان من 100 عابد. من 1000 عابد. نعم، لأن العابد يستطيع الشيطان أن يغويه، لأنه ما عنده علم يقاوم به الشيطان. أما العالم فلا يستطيع الشيطان أن يلبس عليه، لأن العلم الذي معه يبين له كيد الشيطان. وفي هذا مدح العلماء والثناء عليهم والاقتداء بهم. نعم.